محمد، اللهم صل على محمد وآله محمد. هذا الطيب من طيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما شاء الله الجمعية وهالولاء والحب والإمام رضا يسمع صوتكم، وهالليلة اللي هي ما تمر إلا بالسنة مرة، وهذا الصوت ما شاء الله الجمعية، وهذا الطيب من طيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعدكم ما وفيته، هذا الطيب من طيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي لما غربت ولادة الإمام المهدي قائم آل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم، بعث الإمام العسكري على عمته حكيمة وقال لها: يا عمة اجعلي إفطارك الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه. فقالت: ومن أمه؟ قال: هي نرجس. قالت له: والله جعلني الله فداك، ما بها أثر الحمل. فقال: هو ما أقول لك. قالت: فجئت فسلمت وجلست، وجاءت تنزع خفي وقالت لي: يا سيدتي كيف أمسيت؟ فقلت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عمة؟ فقلت: يا بني إن الله سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. فجلست واستحيت. ثم قال لي أبو محمد العسكري: ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحمل، لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحمل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشب بطون الحبالة في طلب موسى، وهذا نظير موسى عليه السلام. قالت حكيمة: فلما فرغت من صلاة العشاء أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت، فلما كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من الصلاة ونرجس نائمة ليس فيها حادث. ثم جلست معقبة فانتبهت نرجس وقامت وصلت صلاتها، فدخلتني الشكوك، فصاح أبو محمد العسكري: ابن النبي تقول حكيمة. فقرأت ألف لام ميم السجدة وسورة ياسين. فبينما أنا كذلك إذ انتبهت نرجس بعد أن صلت ونامت، فقمت إليها وقلت: اسم الله عليك، هل تحسين شيئا؟ قالت: نعم. فقلت: اجمعي نفسك واجمعي قلبك. ثم أخذتني فترة من النوم، وأخذتها فترة هذا وقد تزينت الجنان والحور والولدان، وغمرت الفرحة الإنس والجان بقرب ظهور شريك القرآن حجة الملك المنان. تقول حكيمة: ثم انتبهت
وإذا أسمع صوتا فكشفت الستار عن نرجس وإذا به قد بُرِّ.